خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتعرف الاغلبيه ديالكم اللي كيشوفوا يعني الستوريات في الانستغرام عارفين بانني راه في اليابان في طوكيو. غير سمحوا لي كنت مشغول بزاف، يلاه سالي دابا وكل نهار يعني كنبغي نصور وهذا كنصور لقطات وهذه حتى كنبدا سميتو الفلوغات وهذه، ولكن في الاخر ما كنكملش غير كنعكزو كيف ما كنقولوا يعني، وباش يعني تقضي يعني الاغراض الشخصيه ديالك. المهم اليوم ان شاء الله كاملين امشيو نشوفوا طوكيو كيفاش دايره. يلا خليكم معايا. شي بغيت خرج بغيت نصور لكم وهي تحت الثلج وتحت الشتا. ها كيبان لكم ها شي الجو كي داير. تعرفوا هاد خونا هذا تلاقينا به في الجابون، هضر في الجابون واحد 13 عام. اما كنضحك اصاحبي تفكرت ديك خونا. الحاجات الزوينه في الجابون كدير شي ريستو ولا شي حاجه كيبدا يبان لك تمشي داكشي اللي تاكل داخل كتلقاه على شكل مجسمات. دابا انا تصور معايا شوف هذاك راه الخبز، هذاك راه الخبز ماشي حلوه من فوق منها شويه الكريم داير بحال 1200 يوم. سير اخويا سير. رخيص والله رخيص راه الخبز اصاحبي هذاك. فين ما مشينا تحت الثلج او لا الشتا او لا شي حاجه والله الا منحوسين هذا النهار. اليوم انا بغيت شنو هو؟ سافر بارابلوي. سافر بارابلوي قال لي سافر لهم بارابلوي ما حشمتيش. دخلنا السوبر مارشي شفت البارابلوي ديالو ما عجبوش قال لك بلاتي ندي البارابلوي على حسن. الله يلاه لكن اخوتي المهم ما على الاخر جابون جابلون عالم في شكل عالم واعر دوله فهمتي في شكل ديما نقولها ونعاودها فين ما كنجي الجابون ديما شي حاجه في شكل. كي جاتك الجابون؟ شوف الدراري الجابون ناضي احضروا العاقه وجيو احضروا العاقه ياك السين تفق معاه. دابا دوزتي 13 عام كي جاتك 13 عام اللي دوزتي دغيا دغيا ولا؟ خويا توحشنا المغرب صراحه. قالك توحشني دريجه مقلاش كنعرف ندوي فيها صراحه دريجه ولات عندنا في شكل ياك استمو تفق معايا. المهم بالنسبه للناس اللي تسناو داكشي ديال القرايه وداكشي ديال الخدمه وهادي هذاك خصنا حتى نريحوا ليه شي لايف هذاكشي عطا الله ما يتقال فيه نوريكم شويه المدينه. المهم نوريكم بعض اللقطات واحد الفيديو كنستحسن كنتي مهتم بالجابون مهتم بهذا الشكل ديال الفيديو ما تنساش دير ابوني ودير جيم الفيديو وبقى معايا وبقى متبع الفيديوهات اللي غادي يجيو ان شاء الله.